بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض دروس سي بلس بلس الجزء الخاص بالاوبجكت اورينتد. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن يعني ايه كلاس ويعني ايه اوبجكت وازاي نعملهم شغل مبدئي عليهم. النهارده هنتكلم بشكل اوسع شويه، بس قبل ما نبدا نتكلم بشكل اوسع نراجع اللي قلناه المره اللي فاتت. احنا قلنا الكلاس ده عباره عن ايه. الكلاس عباره عن يوزر ديفايند داتا تايب، نوع داتا تايب اليوزر اللي بيعمله. الداتا تايب دوت فيه حاجتين، في جواه attributes وفي جواه actions. attributes او property او data، كل دول اسماء هتسمعهم على الموضوع ده، كلهم فايدتهم ايه او اسمهم معناه ايه، معناه البيانات اللي هيشيلها الكلاس دوت. طيب، وعندي شويه functions او methods او actions بتقوم بيها الكلاس دوت. زي ايه؟ زي ما كده قلنا، الانسان ليه اسم وليه عنوان وليه مثلا نوع، وفي نفس الوقت ليه actions زي انه بيمشي بيتكلم بياكل بيشرب وهكذا. كل حاجه بنحطها جوه الكلاس ليها اكسس سبيسيفاير. قلنا الديفولت بتاعنا ان الحاجه بتبقى برايفت، حاجه محفوظه جوه المكان ده بس، علشان خاطر اخليها جلوبال او اخلي اي حد يستعملها كنا بنعمل بابليك. قلنا ان احنا عشان نتعامل مع الكلاس بنتعامل عن طريق حاجه اسمها اوبجكت، وعرفنا الاوبجكت بان احنا حطينا اسم الكلاس وجنبيه اسم الاوبجكت اللي احنا عايزين نعمله. علشان اعمل بالاوبجكت اكسس لاي ممبر جوه الكلاس كنا بنعمل ايه؟ نقول له اسم الاوبجكت دوت اسم الممبر اللي احنا عايزينه يشتغل معاه. طيب، النهارده هنتكلم عن ان احنا لو عايزين نعمل variables، والvariables دولت نستخدمهم جوه الكلاس بتاعنا، يعني variables جوه الكلاس ونستخدمهم مع الفانكشنز والميثودز الموجودين. انا هاجي هنا كده جوه بابليك هقول له string name، بس طبعا هنحتاج ان احنا نعرف المكتبه بتاعه string علشان خاطر نقدر نستخدم string بشكل صحيح. هقول له include string. وهاجي هنا بدل ما هقول له hi from your class ديت هقول له hi space وهولوني. طيب، هاجي هنا human x دوت هقول له x ده بيساوي دوت name بيساوي مروه. دلوقتي هو عشان خاطر يعمل يمشي على البرنامج دوت او يستخدمه هيعمل ايه؟ هيعرف object اسمه x، هيقول له x دوت name. هروح كده جوه x، جوه الاوبجكت اللي اسمه اكس، المكان اللي اسمه نيم اللي جواه هخليه بيساوي مروه. طيب، وبعد كده هيبدا يقول له شو. طب هيروح للشو، سي اوت هاي نيم. طب نيم ده جوه الاكس اسمه ايه؟ اسمه مروه، مش احنا عرفناه من شويه؟ فهو يبقى يطلع لي ايه؟ هاي مروه. نتفرج كده على شكله هيبقى عامل ازاي، ونرجع نبص عليها تاني عشان نوضحها اكتر. طلع لي هاي مره. طب لو عندي اوبجكت تاني اسمه واي، وقلت له واي دوت نيم بيساوي عمر، وجيت قلت له واي دوت شو، او مثلا خلينا نسيب الواي دوت نيم ديت، طبعا احنا معرفناه شويه عشان كده هو بيقول لنا ايرور. خليني اسيب الواي ديت من غير ما اعرف النيم، ونجرب نعمل run. طلع لي في تانية واحدة هاي ايه؟ هاي مفيش. ليه؟ انا مديتش value للنيم اللي جوه الواي، انما لما اقول له الواي دوت نيم بيساوي كذا بقيت الواي ايه؟ هاي عمر اهي. طيب، هو انا مش مدي النيم في الاكس؟ بس ده object وده object، كأني بالظبط بقول له انت اكس وانت واي. ينفع القيمة اللي جوه الاكس تسمع في الواي؟ ما ينفعش، مع انهم نفس النوع. تمام؟ طيب، نبص لها بقى بشكل تاني. نشوف فيه الكلاس بيشتغل ازاي، او بيبقى شايل الداتا بتاعته عامل ازاي. الكلاس بتاعنا بيبقى متقسم بالشكل ده. ثلاث اجزاء. تمام، هنا فوق خالص
بيبقى عندي الكلاس نيم. تمام. طيب وهنا عندي الاتريبيوت، وهنا عندي الميثود. لما اجي اقول له ان انا عندي اوبجكت اسمه اكس، اول ما اجي اقول له عندي اوبجكت اسمه اكس بيروح عامل كده ايه، زي دايره صغيره دي فيها الاكس، الاكس متقسمه للثلاثه دول. طب الواي بطلع برضو بالشكل ده، دي الواي. فلما اجي انده على الداتا اللي جوه الواي عمره ما هيختلط مع الداتا اللي جوه الاكس، ده مكان وده مكان، ده مكان جوه الميموري وده مكان تاني جوه الميموري. تمام. طيب يبقى انا علشان اكسس الفاريبل باكسسه بالشكل ده. طب هو انا استفدت ايه لما كل الحاجه تبقى عندي في البابل؟ ما استفدتش اي حاجه. طب نجرب كده ناخد السترينج نيم دوت كده، ناخده اكس واحطه في البرايفت. طبعا مش هقدر اعمل له اكسس تحت، بس انا هاجي هنا هعمل فانكشن تانية اسمها void مثلا set data، ودي هتطلب مني اعمل ايه، cn للنيم. هطلب من اليوزر ان هو يدخل النيم. طبعا احنا المفروض كنا نعمل جيت لاين، بس يعني انا عشان ابسط الموضوع. وهاجي هنا قبل ما ابدا اعمل شو هقول له اكس دوت سيت داتا وواي دوت سيت داتا. في الحاله دي انا حافظت على الداتا دي، محدش يقدر يتعامل معاها من بره، حافظت على شكلها، حافظت على مكانها، محدش يعرف يمسحها، محدش يعرف يلعب بيها غير من خلال الاكشنز اللي انا بقول له يستخدمها، اللي انا سامح له بيها. بس لما نيجي نعمل ران دلوقتي هيطلب مني الاكس، هقول له مثلا مروه زي ما كنا عاملين من شويه، طلع لي هاي مروه، هقول له عمر طلع لي هاي عمر. تمام. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نتعامل مع الفاريبلز بتوعنا، عرفنا ازاي نتعامل معاهم من خلال المين لو هما بابليك، عرفنا هنتعامل ازاي معاهم من جوه الكلاس. طبعا انا المفروض كنت اجي هنا قبلها علشان ابقى الموضوع واضح اكتر، اقول له برايفت علشان يعني فرضا اللي هيشتغل بعدي مش عارف ان الديفولت برايفت. تمام. فانا بقول له برايفت بالشكل ده عشان احدد له ان الحاجه اللي جايه لك هنا ايه، برايفت. تمام. اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.